إخراج أوت نهار 25 في رمضان. صح شربتكم؟ يا سي حسن كلمتك مرة، نبهت عليك مرة، هددتك مرة أخرى، راك كثرت. أول حاجة صح شربتك وصح شربتكم الكل. ثاني حاجة ماني قلت لك صوتك هذا ما يعجبنيش أنا ديجا، ويوتر أعصاب بعث نسمة، ولذا نعطيك زوز قواعد يعيش خويا وتمشي بهم. القاعدة نمر واحد، مش تبدل لي صوتك ما كانش مش نغيرك بفواز. القاعدة نمر اثنين، عمرك بالعمر لا تنسى القاعدة نمر واحد. يا سي اسكندر ما هو صوتي راه اللي كنت نخدم به، هذاك صوت ما تسلفوا. كيفاش الكلام هذا؟ انا صوتي مش هكاك، صوتي هذا هو. يعطيني صوتك تراه؟ نجرب لك هك. اي جرب. الاثنين 13 اوت نهار 25 في رمضان، صح شربتكم صح فطوركم. يا خويا هذا الصوت اللي نحب عليه، علاش لبس لي صوت اخر؟ اتفضل باهي نكمل بيه على طول. هذا هذاك تكمل بيه على طول. يلا تصبح على خير سي اسكندر. بالسلامه يا خويا. تفضل. ما نجموش نبداو حلقتنا اليوم من غير ما نحكيو على المرأة اللي تحتفل اليوم بعيدها. بالمناسبة انطلقت مسيرة في البلاد الكل، وخاصة في شارع محمد الخامس في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس. فوق كل امرأة رجل عظيم. احنا وتحصل معنا كيف قررنا انا والخيان اللي كانوا معاه باش نجعلوا الدفاع على حقوق المرأة أولوية. في بالنا اللي برشا متعصبين باش ينساو اللي الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن انا نعرف تونس برجالها ونساها، ونعرف اللي يجي نهار وهك البنيات اللي قريناهم باش يواصلوا المسيرة، وهك الحرية اللي كسبوها ما يفكها لهم حد بتحصل معاها. يا حسرة على زمان بو عمبة. هيا تو خلينا نرجع ل 2012. وتو نرجع فيسا نحكيو كلمتين قبل ما يقص الضوء. الواحد ما عاش عارف شكون اللي باش يبات في ظلام كل ليلة. هستاك حقهم يسميوها جرب سعدك. شعب كامل شادد الشمعة ويستنى في رحمة ربي. على كل حال من طولش عليكم، حزب نداء تونس بعد ما تعرض لهجمة إعلامية من طرف حركة النهضة اللي تهمته أنه واقف وراء أحداث سيدي بوزيد يعكس الهجوم ويساعد من موقفه، استقبلوا سي الأزهر العكرمي من حزب نداء تونس باش يزيد يوضح لنا الأمور. طيب هاني جيتك، شبيك لبيك نداء تونس قدام عينيك. مرحبا بك سي الباجي، احنا في بالنا باش يجينا سي الازهر العكرمي. يا اخي جاك الباجي اش بيه؟ مش مالي عينيك سي الشباب؟ سي الازهر له يخدم على روحه، قل لي اش تحب تو نوصل له. لا حبينا نعرف رايه في الوضع كهو. انا اولا نحب نقول لكم توما جماعه الصحافه ما تكثروش علينا بالدعاوات والدعايات. اشنو تو كل ما فما مشكل جيبونا احنا؟ بالك شي فاضين شغل كيف كاش اسمه متاع الخارجية وهو من بلاد لبلاد ينهارت اللي ضيع، وترسينا معلقين تصاروا على الحيوت وكاتبين تحتهم خرجا ولم يعد. باهي يا سي الباجي، لكن كيفاش باش نعرفوا رايك كان ما نستضيفوكش؟ ثانيا اسكت عايش ولدي، ما زلت ما كملتش. راهو الحال ولا ما يعجبش، المناطق المحرومة زاد كب سعدها والناس تحتج في الشوارع، وإحنا لازم نشاركوا في إنقاذ البلاد، ولا بد الحكومة تسمع نداء تونس. أي حتى هي قاعدت كان الحكومة ما دخلتوهاش لنداء تونس، لكن ما تنساش يا سي الباجي اللي الحال ما كانش يعجب وقت حكومتك زادة، والمناطق المحرومة قاعدت محرومة، وكيف كنت وزير أول ما خليت حد يحكم معاك. أشنو يا سي الباجي غلبك بيها هذه؟ أشبيك سكن؟ أي ما هكا تعلمنا احنا، فبحيث كيف واحد يتكلم كلام معقول حتى كيف ما يعجبناش نسكتو ونسمعوه، واش نقومو نصيحو ونعاركو باش نسكتوه. أي باهي ملا، مادام سي الباجي عطينا وذنو نغتنمو وجود الشيخ راشد باش تحدثونا الاثنين على برامج احزابكم فيما يخص مشاكل التشغيل والتنمية الجهوية. تفضل يا شيخ. لا والله عندك يا باجي. لا لا والله ما صارها يا ولدي، صلي على النبي. يا سي الباجي يا شيخ راشد، والله غريبة فيهم، يبدأوا يتعاركوا باش يخرجوا في التلفزة، انت تقول لهم برامج وتنمية وتشغيل وهما يغبروا.
على كل هترة نشوفوا شنو صاير من شيرة بير جرب ساعدك. ان شاء الله ان شاء الله. نقطة نظام سكر فمك سكر فمك. هات نرجعوا للمشاكل اللي صايره في سيدي بوزيد هالنهارين. ناس يسكروا في الكياسات ويقولوا ثوره جديده باش تقوم في جره المال المقصوص. زاد توا خلط عليه قصان الضوء. هما يقصوا الكياس واحنا نقصوا الضوء. وما زالت البيانات من احزاب الترويكا فيما يخص الموضوع تبارك الله حاجه في غايه من الوعي السياسي. صحة شربتكم ورحمة الله وبركاته. صحة شربتكم ورحمة الله وبركاته. صحة شربتكم ورحمة الله وبركاته. بعد الاطلاع على تقارير البوليس اللي ما عادش سياسي، تبين انه السونات تتآمر على شرعية بالتعاون مع اطراف خفية معروفة عند المصالح المختصة باسم الزواولة والعياذ بالله، وهما سبب المشاكل الكل اللي تعرفها البلاد. ولذا وحفاظا على ارواح المواطنين قررت باش نتحمل مسؤولياتي وانطرد محافظ البنك المركزي. والله أنا من موقعي كعارف محرزية ما نجم نقول شي في السوناد، على خطرهم أحبابي وبلاش بيهم نقعد نفرفت في الشايح. اللي يقول لك الماء يجري تحت سقية بلاش حساب، حتى كيف نبدأ ما في باليش. تي المفيد يقعد الشعب ما في بالوش، اللي الماء المقصوص في السبابل يجري تحت سقيه هو زادا. إخواني أخواتي، إليكم القائمة اليومية للإشاعات اللي ثبت بالبرهان أنها من أفعال جهات خفية. سيدي بوزيد والمكناسي والرقاب وقفصة إشاعة، ولذا قطاع الماء على إشاعة ما نجم يكون كان إشاعة. إشاعة. وقبل ما نختم حصتنا نرجع الموضوع اليوم ألا وهو عيد المرأة، وما نجموش نحكيه ولا عيد المرأة من غير ما نسمع رأي مية الجريبي. معناها فما كان نهار نحتفلوا بيه بالمراه، 364 يوم اللي بقاو نحتفلوا بيهم بالراجل، تي كيف ذاك في الشجره. معناها عندنا نهار بركه في العام يحتفلوا بيه بينا، وما تحكيليش على المساواه تي عايشك. ويني ما جلتش نحوال الشخصيه، شنو ما هنسالي تستخيل في رويحها جرد متاع الراجل وقت اللي هي وياه عندهم فرد واجبات. انا اليوم قررت باش نحرر روحي، اعتصام دار وشارع، لا خدمة لا مسحان لا تطيب عشاء ولا لهوة بالصغار، ثورة منزلية حتى الغدوة لين نلقى معون البارح مطيش قاعد يستنى فيا. تيه تنسال كل مساء محسوب، وهكا نكون وصلنا لآخر الحلقة. أنستو وتصبحوا على خير.